تمكنت قوات مكافحة الإرهاب اليوم من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تحرير 8 رهائن، 2 منهم يحملون الجنسيتين الأثيوبية والسعودية. وقال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا إنه بعد تلقي الأجهزة الأمنية معلومات حول مكان تواجد العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة التي قامت باختطاف 8 رهائن، نفذت قوات مكافحة الإرهاب في الساعات الأولى من فجر اليوم عملية نوعية ناجحة في منطقة حجر الصيعر بمحافظة حضرموت، نتج عنها تحرير جميع الرهائن، مؤكدا في ذات الوقت بأن العناصر الإرهابية التي كانت تحتجز الرهائن وعددها 7 عناصر إرهابية لقت مصرعها جميعا خلال العملية. المصدر أشار أيضا إلى أنه أصيب خلال تنفيذ هذه العملية أحد أفراد قوات مكافحة الإرهاب بجروح طفيفة. وكشف المصدر أن من بين اليمنيين المفرج عنهم خلال هذه العملية الدكتور خليل أحمد صالح المخلافي الذي اختطفته العناصر الإرهابية من محافظة البيضاء في 13 يونيو الماضي.